خروج 40. وقال الرب لموسى: تقوم مسكن خيمة الاجتماع في اليوم الأول من الشهر الأول، وتحط فيه تابوت الشهادة اللي فيه الوصايا العشرة، وتستره بالحجاب. بعدين تدخل الترابيزة وترتب الأواني بتاعتها عليها، وكمان المنارة، وتنور المصابيح بتاعتها، وتحط مذبح البخور الذهبي قدام تابوت الشهادة اللي واقف ورا الحجاب، وتعلق ستاير باب المسكن، وتخلي مذبح المحرقة النحاسي قدام باب خيمة الاجتماع. بعدين تحط حوض الاغتسال بين المسكن والمذبح وملاب المية، وتنصب ستاير الساحة اللي محوطة بالمسكن، وتعلق ستارة المدخل بتاعها، وتاخد دهن المسحة وتمسح به الخيمة وكل اللي فيها، وتقدس كل الأواني بتاعتها عشان تبقى مخصصة ليا، وتمسح كمان مذبح المحرقة وكل الأواني بتاعته وتقدسه عشان يبقى قدس أقداس، وكمان تمسح حوض الاغتسال والقاعدة بتاعته وتقدسه، وتجيب هارون وولاده لمدخل خيمة الاجتماع وتغسلهم بمية، وتلبس هارون هدومه المقدسة وتمسحه وتكرسه كاهن لخدمتي. بعدين تجيب ولاده وتلبسهم القمصان بتاعتهم كمان، وتمسحهم زي ما مسحت أبوهم، فيبقوا كهنة ليا، فتبقى المسحة دي مسحة كهنوت ليهم جيل ورا جيل. فعمل موسى كل اللي أمر به الرب. فقوم المسكن في اليوم الأول من الشهر الأولاني، وصب القواعد بتاعته، وحط ألواحه والعوارب بتاعته، ونصب عمدته، وفرد السقف فوق المسكن، وحط الغطا بتاعه عليه زي ما أمر الرب. بعدين أخذ لوحين الوصايا العشرة وحطهم في التابوت، وحط العصايتين على التابوت من فوق، وشال التابوت لقدس الأقداس، وستر تابوت الشهادة بالحجاب زي ما أمر الرب، وقوم الترابيزة في خيمة الاجتماع في الجنب الشمالي من المسكن برا الحجاب، ورتب موسى عيش التقدمة على الترابيزة قدام الرب زي ما أمره. بعدين حط المنارة في خيمة الاجتماع في الجنب الجنوبي من المسكن قصاد الترابيزة، ونور المصابيح بتاعتها قدام الرب زي ما أمره، وحط مذبح الذهب في خيمة الاجتماع قدام الحجاب، وحرق عليه بخور معطر زي ما أمره الرب، وحط ستارت الباب للمسكن، وحط مذبح المحرقة عند باب مسكن خيمة الاجتماع، وطلع عليه المحرقة والتقدمة زي ما أمره الرب، وحط حوض الاغتسال بين خيمة الاجتماع ومذبح المحرقة وملاب المية عشان الاغتسال، عشان يغسل موسى وهارون وولاده ايديهم ورجليهم بالمية بتاعته، فيغتسلوا كل ما يدخلوا لخيمة الاجتماع او يقربوا للمذبح زي ما امر الرب موسى. بعدين نصب موسى الجوانب بتاعت الساحة اللي بتحاوط بالمسكن، وعلق الستارة بتاعت المدخل بتاعها، وبكده كمل موسى الشغل. بعدين غطت السحابة خيمة الاجتماع، وملى مجد الرب المسكن، فما قدرش موسى انه يدخل لخيمة الاجتماع لان السحابة حلت عليها، ومجد الرب ملى المسكن. ولما كانت السحابة تعلى عن المسكن، كان ولاد اسرائيل يرحلوا في كل الرحلات بتاعتهم، ولو ما ترفعتش السحابة ما يرحلوش لحد يوم ما تترفع، لان سحابة الرب كانت على المسكن في النهار، وكانت فيها نار بالليل قدام عينين كل بيت اسرائيل في كل الرحلات بتاعتهم.